انت ام الله؟ اليهود أعز من الله. يهود اعز من الله، اليهود اصلا بيؤمنوا في اله المسلمين. لا، ما احنا بيؤمنوا وياهم في نؤمن إله في يهوه. المسلمين، كلهم بيدعسوا على لا إله بيؤمنوا في المسلمين. اله المسلمين. لا والله. اعطيك دليل. في شغله قبل ما اعطيك الدليل، انا بدي ارجع لجوجل مشان اطول لك الدليل. لاني سمعت اول امبارح ان اليهود، لا راح اسمعك اياها، راح اسمعك اياها. سمعتها اول امبارح ان اليهود بيؤمنوا في اله المسلمين لكن لا يؤمنون في اليسوع. بيؤمنوش في اليسوع ان اله، بيؤمنوا في اله المسلمين. احنا ما بنؤمن في اله واحد. انا هيك سمعت. هسا انت مثلا طيب يا هيك عبد عبد الحي، للسويد، خليني اسالك انا انت السؤال. عبد لحظه عبد الحي، للسجال والسويد. عبد الحي اصبر شويه. انت بتعيرني اني عبد لحظه عبد لله الحي، عبد وانت الحي، عبد للسويد. عبد لحظه للسويد عبد انت. الحي، عبد الحي، عبد الحي، انت مسمي نفسك عبد اصلا، اسكت لا تتكلم عن الحريه. ما هيك عبد السويد انت، انت عبد لقوانين خليني اسالك السويد. سؤال. اذا تريد ان طب ابذل جهدك، اعطيك اذا دليل ما انك انت بتخليني اتكلم راح عبد انزلك. لقوانين السويد. اذا ما اعطيك خليتني دليل اتكلم راح انزلك، افهم. يا اخي. اريد اسالك تنزلني شو سؤال، يعني تنزلني؟ اريد اسالك سؤال، افهم افهم. الان هل الله ما بيقبل انه الناس تتكلم عليه؟ زلمة انت مشكلتك بني ادم قال لي غير بيقبل ولا محترم لا؟ مع الله. انت غير محترم مع الله. الان الله بيقبل الناس تكون غير محترمة معاه ولا لا؟ يا رجل كيف لإله خلقك انت تتجرع عليه؟ مو انا، هو بيقبل بهذا الشيء ولا لا؟ يعني انا مش عالم في الدين بس اكيد لا يقبل انك انت لا تتجرع عليه. يقبل. طب كيف بيصير هذا الكلام؟ لان كان الناس ليش تتطاول عليه؟ لانك انت حمار تفهمش. لو بتفهم مو تطولش انا على ما ربنا. بتطاول عليه، روح جيبه، انا اجيبه يتكلم معايا في اللايف، ما عندي مشكله معه. استغفر الله رايح واقف ياخذك يتناشى هو. عشان ما عندي اسمع، مشكله. راح ياخذك لعنده وانت جثه. راح ياخذك ان شاء الله. وشو راح يعمل استنى بس بجثتي؟ شويه، سنتين زمان ان هل شاء الله راح ياخذك الطبيعي اللي عنده. بيحب الجثث؟ لا راح ياخذك عنده وراح تشوف وراح تصير تقول دخيلك رجعني لو ساعة بس اعمل صالح ما يقدر ساعة يعمل، يا ربنا وراح ما ينفعك يقدر، هذا الكلام. والله ما يقدر يعملها. كل الناس تعرف انه بحياته ما بيقدر يعمل هذا الشيء. في واحد مات وقدر يرجع؟ لا طيب عناها ربنا. لما انت بعد ما تموت وتصير تقول يا ربي دخيلك رجعني ويقول لك خلص فيش مجال، ما فيش لك لا، رجعة. ما راح اقول له هذا مرة الشيء. واحدة وانت ما عناها بتعرف، ربنا ساتر. يمكن الناس انت اللي كذاب. بتموت، يمكن الناس اللي ماتت أصلاً راحوا استولوا على مكانه هناك بعد الموت، والآن هو أسير عندهم. يا رجل اسكت يا رجل. يا أيوة. رجل يا الله طيب يا شو زلمة تعمل أنت يا الآن الله يا في عبد الحي؟ نهايتك شو من راح شيء. تعمل إذا أنت متت وشفت أن كل هذول الكفار والملحدين أخذوا الله أسير عندهم، والملائكة أسرى عندهم، وعملوا عليه انقلاب، عملوا عليه ربيع عربي هناك فوق، عرفت كيف؟ وأنت لما راح تجي أول ما حدا يجيبه من جماعة الله يحطوه في السجن على طول. هذا كلام انت يعني فيه ما فيش ولا في دين ولا حدا ذكر هبل في هبل من راسك. تهبل لا، مو تتشبع هبل من والعب راسي، تتعب. هذا مو العب هبل من اسمع راسي. اسمع العب في عبد الدنيا. الحي، شو بدك اقول لك؟ عبد العب الحي في الدنيا اسمع، عبد تتعب. الحي، عبد انت الحي ربنا معطيك عبد الحي مجال في اصبر الدنيا شوية تلعب حبيبي، تتعب. اصبر اصبر عبد الحي. الفكرة انه انت الله الان، لو هو هنيك كل يوم الناس تموت وهم بيلعنوا الله في الدنيا، وبيموتوا بيلعنوا الله في الدنيا، اول ما رأوا الجن وبشر وعالم وكلهم، تعرف لما هم هذول راح يتكاثروا على الله هنيك، راح تصير ثورة عليه، راح يصير ثورة مثل ثورة سبارتاكوس، مثل هذه ثورة العبيد، مثل ثورة الزنجي في العراق، عرفت كيف؟ فراح يعملوا عليه انقلاب، ياخذوا منه العرش، ياخذوا منه السلطة، المفاتيح تبع الجنة، راح يجيبوا جبريل وميكائيل. عشان هيك يمكن الله، لو يمكن هو يكون بالحبس، يعني هو ليش ما بيستجيب للدعاء؟ يعني مثلا الفلسطينيين صار لهم 75 سنة بيدعوا الله، ويمكن هم مو عارفين انه الله محبوس الان مثلا في جهنم ولا في اي مكان، ما بتعرف. انت مصدق شو قاعد بتقول؟ انا انت هو عبد مصدق التفسير الهبل هذا؟ المنطقي عبد الحي، هذا هو التفسير يعني هو المنطقي. في يعني ميت، في مثلا ميت اعطيك بيقدر مثال، يسوي شيء؟ لحظه خليني يا اعطيك زلمه هو مثال، الميت بيقدر يسوي شيء لحظه الميت؟ خليني اعطيك مثال، اعطيك مثال. يعني انت مثلا، الميت تبقى خلص انا الان مات. ليش الوم الله؟ لحظه، انا الان ليش الوم الله انه هو ما بيستجيب للدعاء؟ ما هو المسكين ممكن يكون اصلا يعني موجود في السجن هنيك، يعني الناس انقلبت عليه واخذت منه الامور السحريه اللي مسكين انت، جالس مسكين يتشطر والله عليها على العظيم انك الناس. مسكين لحظه خليني اقول لك عبد والله الحي، العظيم.
لا يتشطر فيها على ناس يقول كن فيكون، فأخذوا منه الشفرات تبع الكن فيكون وصاروا منين يمحون تبع اللوح عبد المحفوظ السويد انت؟ ودمروا له ملكه كليا هناك. انت بتقدر تتمرد على قوانين السويد؟ انت اذا عبد للسويد، عبد للسوسيال، عبد للسويد انت. اذا انا عبد الله كله فخر، لكن انت عبد لقوانين السويد، تقدر تتمرد على قوانين السويد؟ سؤال، تقدر؟ لا، لانك عبد للقوانين لا هذه. انت عبد، انت عبد، العبد عبد العبد. للسويد، شوف عبد لبشر مثلك. انا راح اشوفك المثال. انا انت الان عبد لبشر انا مثلك. تعرف رئيس وزراء السويد اسمه اولف كريستيشون. هذا اولف كريستيشون انسان احمق غبي ازعه ما يساوي فرانكين. حلو هذا الكلام؟ انت حاول تقول هذا الكلام عن ربك. انا مش عبد، انا اقدر اسب الدوله على انت الحكومه على عبد، البرلمان. انت عبد. الان شفت، اقول لك انا الان اعطيتك مثال، اعطيتك مثال انه انا الان اتكلمت على اولف كريستيشون اعلى راس في السويد. عرفت كيف؟ انت الان لو عندك نفس الرجوله ولو انت عبد وانا عبد انا حكول اتكلم. لك انا كبير، انا نائب اسمع، الله كبير. انا حكول لك الرجوله. يلعن الصليب الاولاني، مش الصليب اله اله 3 مليار بدي اخبط على الصليب. خلي الصليب، مش الصليب اله. قص اختك اخو شرموطه يا من يا يعني انت كنت ماشي صح. حمار، حمار انت، ليش حمار. ليش عبد، ليش عبد ليش السويد لازم حمار. تجي تتعامل باخلاق القران؟ ليش؟ يعني كنت ماشي جالس جيد، وكنا جالسين نبحث عن الله ونحاول نشوف وين صار المسكين في هذه الدنيا وفي هذاك الدنيا، ما نعرف المسكين هو وينه. ليش لازم تبين انك عندك مشاكل ساديه يا عبد الحي؟ ليش لازم تظهر؟ يعني ليش بتشمت فينا المتنبي؟ احنا ليل النهار بنقول المتنبي انسان متنمر عنصري. هذا دائما كان يقول لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد. انت يا عبد الحي الان اثبتت انه يعني الان احنا ما نقدر نقول عن المتنبي. الان لو متنبي كان موجود بيناتنا ابو طيب المتنبي، كان تعرف يقول ها شفتوا كل يوم بتقولون عني يعني متعنصر ومتنمر وكل هذا الكلام، ولكن شفتوا هذول العبيد شو بيعملوا؟ اول ما تعطيهم مجال يجي يدخل بامك واختك وكذا. ليش؟ لانه ببساطه شديده شكل المتنبي والله كان عارف عقليه العبيد كيف هي. عقليه العبيد هو مثل ما قال المتنبي، يعني ما نعرف. هو يقول ان العبيد لا انجاس مناكيد، وانا ما بقول هذا الكلام. انا اقول العبد مثل الحر، المفروض يحرر ثم يدخل في دوره تاهيليه، يتعلم الحياه، يتعلم الانسانيه، يتعلم الحريه، كل هذا الكلام. فبالتالي انت الان يعني حتى اليوم ما راح تتحرر يا عبد الحي، انت راح تحتاج انك تدخل في مصحه نفسيه تتعالج فتره طويله. ولكن انا اختصر لك المسافه، ادخل عند محمد صالح وهو يعالجك ببلاش ولا يهمك. محمد صالح اسمعني، علي صوتك. صوتي واضح؟ علي صوتك اكثر. ايش هي ديانتك؟ علي صوتك. تمام، تسمعني؟ علي صوتك اكثر. اكثر من ايش ما اقدر علي صوتي، تسمعني كذا هيك؟ علي صوتك اقول لك. محمد صالح ايش هي ديانتك؟ علي صوتك يا طيب. محمد صالح تسمعني؟ علي صوتك تسمعني؟ كمان شوي علي. طيب تسمعني؟ انا بسمعك بس كلامي واضح؟ علي صوتك. طيب محمد صالح، من اللي خلقك؟ باركد ان الله يسمع مين رزق. سؤال يا اخي، سؤال، من هو الذي خلقك؟ انا الوحيد اللي بسأل هون، لا اسأل عما افعل وانتم تسألون. حسبي الله ونعم الوكيل. انت جاوبني يا عبد الرزاق، ايش هي ديانتك انت؟ عبد الرزاق انت ايش هي ديانتك؟ عبد الرزاق انت مسلم؟ نعم
مسلم مسلم الحمد لله، نحن كنا سني عبيد لوحدي لله عز بدعوة وجل، الله. ما احنا عبيد لا للغرب. شوف انا ما راح لا يعني اغلط عليك، ولكن هو كلام أسألك سؤال يعني آخر، ديني لما واخلاقي ما أسأل تسمح لي. أتكلم لا تقاطعني، أنا بسأل ولكن سؤال، اسمع اسمع، انا أنا أسمع عتبي أسمع. عتبي على الكومنت هذا اللي جاي يكتب لك ويشجعك، تمام؟ يعني جاي يأثمون معاك، جاي يأثمون، بس أنت تمام؟ تعرف إنه الناس شكلها بتحس أدمنت الآثام. ربك ما صار يقدر يقنعه منه ما يأثمه. طيب انت بدك تصنع محتوى، ليش قاعد تصنع مين محتوى قالك إنه أنا على بدي ظهور أصنعه؟ مين المسلمين قالك؟ وعلى على مين على قالك؟ لحظة لحظة لحظة، أنت أول حاجة أعطيني اسم أنا أذيك بيه عشان نترك الله بحاله. كيف كيف أعطيني كيف اسم أنا أذيك بيه عشان نترك الله بحاله. انا ابو خالد، ابو خالد من سوريا، من وين؟ من سوريا. من سوريا في الشمال السوري، في الشمال المحرر، وين من الشمال؟ في الشمال المحرر في إدلب. أنت الآن في إدلب؟ نعم. شو رأيك بجماعة الجولاني يا أبو خالد؟ أنت مالك ومال الجولاني؟ أنت رجل لأنه يعني الجولاني الآن كلامك هو كله اللي بيحكم إدلب. أنا الآن بسألك سؤال، شو رأيك بالجولاني؟ إذا خايف قل خايف، ما بدي أتكلم في السياسة. الجولاني عامل لك مالك ومال مالك ومال اسمع أنا اسمع، أنا انت بسأل مالك ومال الجولاني، أنا ما انت بسأل. حربك كلامك. اسمع، شو رأيك بالجولاني؟ الجولاني خجلان تقول؟ أنت انا قلت الآن صح؟ انا بسألك، انا بسألك الآن أنا قلت لك أنا الوحيد اللي يسأل هون، أنت شو رأيك بالجولاني؟ خجلان ولا خايف ولا شو رأيك؟ الجولاني، بالعكس الجولاني، أبو محمد الجولاني هو قائد المجاهدين في أرض الشام. يعني أنت معاه؟ ما رأيك؟ نعم معاه. كلام جميل. طيب شو رأيك أسألك في الدين؟ عندك معلومات في الدين يا أبو خالد؟ طيب نسأل نشوف. أنت طبعا تتبع الكتاب والسنة صح؟ نعم الحمد لله، وكذلك ليس مشرك بفهمك مثلك. للأمة، ولا أنا غلطان؟ نعم والسلف هم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ولا أنا غلطان؟ نعم الحمد لله، الحمد لله ولنا يعني. الفخر بهذا الكلام. جميل جدا. أنت يا أبو خالد، أنت مثلا لو واحد ما يصلي شو حكمه عندك؟ لو ما يصلي، لو ما يصلي، اسمع شوف، من ترك الصلاة فقد كفر. يعني العهد شو يعني قال رسول الله، اسمع اسمع يا أخي اسمع، لا قاطعني. طيب تفضل أنا تفضل قاعد أسمعك لما أنت تتكلم زين، اسمعني. تفضل تفضل بسمعك. طيب قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر.